فعلا في مطبخ مانغ. هل تساءلتم يوما كيف خاط مانغ سنه الكبيرة؟ أي حيوان من المفترض أن أكون؟ لما لا يحبكم شنيتزل؟ من أين تأتي هذه الرائحة؟ وهل سأتوقف يوما عن الكلام؟ ما مشكلتكم يا ناس؟ ألا تريدون أن تعرفوا أين يذهب مانغ وشنيتزل حين يقولان إنهما يشتريان البقالة؟ شاودر، ما معنى هذا كله؟ اقرأ عن هذا كله في مجلة الشوكة والملعقة الأسبوعية، المجلة التي تؤرخ أعمال المطبخ الداخلية. معلومات هامة، نصيحة، إعلانات. رادا رادا يبحث عن رادا رادا رادا. أنت شرير. حتى المجلة الصغيرة، هناك أيضا وصفة سر